أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. سوف نذهب اليوم إلى ما يثار من لغط حول اتفاقية الغاز الإسرائيلي، الغاز الصهيوني، الغاز الفلسطيني، لا مشاحة في الاصطلاح. قد نصل ربما بعد هذه الحلقة إلى تعبير دقيق حول ما يجري. اليوم في مجلس النواب عرض الأمر على النقاش في المجلس، وربما انقسم النواب بين من يقبل بهذه الصفقة ومن يرفضها. نريد اليوم أن نلقي الأضواء حول هذه الصفقة، طبيعتها، الرفض، آفاق وآمال واستشراف مستقبل أن تسقط هذه في مجلس النواب. ولذلك نستضيف ضيفين كريمين علينا، سعادة النائب الأستاذ جمال قمو رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. أهلا وسهلا بك سعادة النائب. المهندس بادي الرفايعة وهو ناشط في مقاومة التطبيع وقيادي إسلامي، أهلا وسهلا بك. بدي أبدأ معك سعادة النائب، ربما الجمهور الأردني اليوم تابع عبر المواقع الإلكترونية ما جرى من جدل في مجلس النواب، وأنت من الناشطين والعارفين والعالمين بطبيعة هذه الاتفاقية، باعتقادك أنك تستبشر خيرا مجلس النواب وعلاقته باتفاقية الغاز فيما يتعلق بإبطال هذه الاتفاقية؟ كل الخير، كل الخير وكل الأمل، لأنه يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم، دائما بنأمل، إحنا دائما بنأمل بأن يكون في يعني إيجابية بالمسائل ومتفائلين إن شاء الله. الاتفاقية يعني حقيقة الأمر هي ليست بالضرورة أن تمر على مجلس النواب، يعني خلاف بالرأي هل تمر أو لا تمر، هي صفقة تجارية بحتة يعني بين الحكومة، بديش أسميها وأجمل الأشياء، بين شركة الكهرباء الوطنية وبين الكيان الصهيوني. ولا تجميل، عندما نقول أن نوبل هي التي، نوبل ليست لها علاقة بالموضوع نهائي، نوبل هي الشركة المطورة والمستفيد من أي اتفاقية هو الكيان الصهيوني، بالتالي ننسب الأشياء إلى مسمياتها. حلو. الغاز غاز صهيوني بالتأكيد، صحيح غاز مغتصب، صحيح غاز من أراضينا، وإسرائيل كلها مغتصبة، مغتصب لأراضينا، لكن بالنهاية الذي يستفيد من هذا الغاز هم الصهاينة، يستفيدوا يعني بكل المقاييس من خلال يعني هذا المبالغ، هذه المبالغ المتأتية، وبأموال أردنية ستذهب إلى الموازنة الإسرائيلية. نعم. وربما تستعمل في تطوير أسلحتهم للقضاء، يعني مسألة الهجوم الدائم وتطوير يعني قدراتهم الدفاعية للانقضاض في أي لحظة على يعني شعبنا الفلسطيني والعربي أينما كان. بارح لسه كان في غارات على سوريا، شو ما يصير في سوريا فهي دولة عربية وتبقى عربية، والغارات على سوريا بأموال إسرائيلي في المستقبل قد نساهم فيها نحن، لا نعرف يعني بالنتيجة كيف هذه الأمور، لكن يعني هذه بس خلينا نوضح قصة أنه يعني تستطيع شركة الكهرباء تحت هذا العنوان أو الحكومة أن تجري الاتفاقية بدون عودة لمجلس النواب. نعم. ما قيمة النقاش اليوم إذا؟ نعم، قيمة النقاش حث الحكومة على عدم الاستمرار في هذه المسألة. نعم، يعني نعم. دون إلزام تشريعي قانوني أو إلزام تشريعي لا. نعم. يعني لأنه هي اتفاقية تجارية، لكن يعني في اختلاف وجهات النظر حول هذه المسألة، أن هذه الاتفاقية يعني تكلف الخزينة والشعب. نعم. جزء من النفقات، فبالتالي من واجب الحكومة أن تعرضها على مجلس النواب. المسألة مش واضحة، يعني في اتفاقيات كثيرة عم بتصير ما بتنعرض على مجلس النواب. صحيح. نأمل انه تنعرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب، ونأمل ان يدفع مجلس النواب بالنهاية في عدم الموافقة على هذه الاتفاقية. نعم. يعني وهناك دور أدبي قطع لمجلس نحن النواب، نحن نملك التوصيات. نوصل الحكومة بأن لا توافق على هذه الاتفاقية، والحكومة لها إجراءاتها، وإحنا لنا إجراءاتها، إجراءات لاحقة بهذا الخصوص. جميل. مهندس بادي، يعني اتفاقية غاز ما المشكلة فيها؟ يعني هناك اتفاقية سلام بيننا وبين الكيان الإسرائيلي، ما المشكلة باتفاقية غاز تضاف إلى هذه الاتفاقية كفلسفة تطبيع أو كفلسفة، يعني ما المشكلة، ما المخاطر في هذه الاتفاقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أخي عمر وأشكر قناة اليرموك لإتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع. أنا بعتقد أنه موضوع مهم وحساس، ويعني يلامس حقيقة يعني كثير من القضايا الوطنية، وأظن هذا الموضوع مفترض الكل يتوجه للحديث فيه كنخب سياسية أو اقتصادية أو حتى شعبيا لازم يتحدث في هذا الأمر، لأنه كما نعلم جميعا والموقف المبدئي اللي احنا كنا متوقف عنده وهو رفض التطبيع من حيث الأساس، رفض العلاقة مع العدو الصهيوني مهما كانت، وليس هناك مبرر الحقيقة لإقامة أي علاقة تجارية ولا صناعية ولا سياسية مع عدو اغتصب أرضنا ويقيم عليها. وكلنا نعرف، بلاش نطول في هذا الحديث، أنه أي حديث عن أي علاقة هي إعطاء شرعية للكيان الصهيوني على هذه الأرض و سماح له بالتمدد وتحقيق أطماعه في المنطقة بشكل عام. أنا أعتقد رفض صفقة الغاز بتعلق في جوانب سياسية، جوانب اقتصادية،
جوانب تمس الكرامة الوطنية، كما طبعا كما قلنا عن موضوع رفض التطبيع، أيضا يمس موضوع الأمن الاقتصادي، الأمن الطاقة في الأردن. كل هذه المسائل حقيقة إذا ما ناقشناها وبحثناها بعمق سنجد أن أنفسنا مضطرين نقول أن هذا شيء خطير، خطير للغاية أن تعقد صفقة غاز وشراء غاز يرتبط بأمن الطاقة وبكل مواطن أردني يصبح جزء من هذه الاتفاقية. سابقا الشعب يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني، التطبيع كان محصور إلى حد ما في النخب الرسمية وبعض الناس بعض المستفيدة اقتصاديا مثلا أو تجاريا، إنما يبدو هذه المرة يراد رفض أو فرض التطبيع على كل الشعب الأردني، وجعل كل أبناء الأردن يمارسون التطبيع عنوة يعني مجبرين على ذلك من خلال كبسة الكهرباء ومن خلال وصول الغاز إلى منازل الناس أو إلى طاقة الناس. الموضوع يعني فيه تحدي لمشاعر الناس، تحدي لرفضهم اصلا. احنا كلنا نعرف ان كلنا نرفض العلاقه مع العدو الصهيوني، فكيف يعني كحكومه يعقل يعني فعلا انك تشتري الغاز المسروق من بلادنا ومن بحارنا من اراضينا ليبيعه الكيان الصهيوني علينا ويبيعه لاجل ماذا؟ لاجل ان يدعم خزانته ويدعم تمويل الحروب علينا في غزه. يعني احنا في اذا نتطرق الى الارقام سنجد انفسنا يعني ما بعرف انا كيف السياسي او الاقتصادي او صاحب القرار في هذا البلد اللي بواجه الناس في هذه المنطقة، منطق يعني منطق غير مقبول، ولا نقبل تبريرات الحكومة الحقيقة. احنا تبريرات الحكومة اذا تسمح لي ممكن ندخل شوي بموضوع التفاصيل مع بداية هذا البرنامج. نعم. في 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 تفاصيل إذا في تفاصيل سريعة قبل ما انتقل للاستاذ. نعم. اولا احنا الحقيقة يعني كناشطين في مقاومة التطبيع بحثنا في هذا الموضوع من خلال الناس باحثين في موضوع الغاز، وفي شركة بريطانية بلاتفورم استطاعت تزودنا بعض المعلومات من خلال التواصل معهم. الشركات المشاركة في الائتلاف في هذا الحقل، حقل ليفاسان. نعم. اسمه اللي احنا راح نشتري منه، هي اربع شركات تمتلك الشركه الامريكيه نوبل انرجي اللي تدعي الحكومه انها تعقد معها الصفقه او هي مشتري منها، تملك فقط 39% من هذا الحقل ومن هذه الشركه التي تقوم على اداره هذا الحقل، و 61% لثلاث شركات صهيونيه هي ديليك وافنر وريشو ريشيو. هذول ثلاث شركات يملكون 61%. كما نعلم الاتفاقيه لمده 15 عام، ويعني اذهب بعيدة بالتفكير انه 15 عام سيتم ربطنا بامن الاقتصاد امن الطاقة الاردني معهم. هذا الاتفاقية 15 مليار. درسنا كناشطين وبالتعاون مع بعض الجهات وجدنا من خلال دراسة قانون الضرائب عند العدو الصهيوني فيما يخص الثروات الطبيعية والاستخراجية من الارض، وجدنا ان 8.4 من 10 مليار ستذهب الى خزانة العدو الصهيوني. 8.4 من 10 30% من هذه الخزانة يمول الجيش، جيش اللي نعرف احنا شو افعاله فينا واللي هو يعني آلة تدبير حربية. فقط اخر جملة اقولها في مجال الارقام ان كلفة الحرب على غزة 2.7 من 10 مليار، الحرب الاخيرة على غزة 8.4 من 10 اللي احنا بدنا ندفعها للكيان الصهيوني ثلاث حروب على غزة. طيب. هذا شيء يعني هذا شيء مفزع يعني مش مفزع حقيقة يعني. نعم. يعني سعادة النائب فيما يتعلق، دعني أذهب إلى ما يقوله الطرف الآخر أن الأسباب القوية التي يتحدثون عنها أن هناك اقتصاد مخنوق وأن فاتورة الطاقة فيها مشكلة كبيرة وأن مصلحة الوطن العليا في هذا التوقيت تستدعي أن نقبل على مثل هذه الإجراءات، مثل هذه أو مثل ما يعني يتردد أحيانا في مثل هذه العبارات، كيف يمكن أن نواجهه وأنت رئيس لجنة الطاقة تعرف خبايا الطاقة الأردنية وخياراتها؟ نعم. يعني ربما الممارسات المتواصلة للحكومات الأردنية السابقة على مر يعني 20 سنة أوصلتنا إلى هذه النتيجة. نحن لا ننكر أن هناك أزمة في الطاقة في الأردن، لم نعمل منذ سنوات على معالجة مثل هذه المسألة. تعرف يعني بسنة 2003 حتى 2003 كانت البترول بشكل عام يجينا من العراق شقيق بنصف الثمن والنصف الثاني بأسعار تفضيلية، فكنا لا نشعر بأزمة الطاقة اطلاقا. يعني مين كان فينا بحس بأزمة الطاقة؟ انت بتعبي بنزين عادي وانت بتعبي بنزين والمصانع بتشتغل والكل وكلنا نشتغل بشكل كويس. لما قطع يعني النفط العراقي بسبب الاحتلال الامريكي صرنا في أزمة طاقة، اين سنذهب لشراء الطاقة؟ ما كان الخيار الوحيد المملكة السعودية العربية السعودية الشقيقة، لكنها باعتنا البترول بالسعر العالمي فارهق هذا ميزانية البلد. ثم جاء الغاز المصري
يعني سنة 2008 الغاز المصري بلشنا نشتغل فيه ب 2008، جاء الغاز المصري وكان يعني مصدر أمل إن الغاز المصري، لكن هذا الغاز يعني على مدار السنوات العمل تعطل في أكثر من مرة، في هجومات مختلفة على 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 الغاز المصري، وأيضا يعني الكميات الغاز المصري غير كافية لتزويد الأردن وتزويد مصر في الغاز، فكان في عندنا أيضا المشكلة تفاقمت، صار نستعمل لتوليد الكهرباء الهيبي أويل الوقود الثقيل والديزل، وهذول المكلفات نسبيا إذا ما قورنت بالغاز مسائل مكلفة كثير. الحكومات لم تعمل على حل هذه المشكلة يعني من سنوات، وكنا من زمان حذرنا حتى في بداية البرلمان 16 أن مديونية شركة الكهرباء كانت في تاريخ 250 مليون دينار، قلنا ستصل إلى 1000 مليون إذا ما عولجت كثير من المسائل، وبالفعل وصلت مش لألف مليون، وصلت من مدونية هائلة جدا لشركة الكهرباء الوطنية. في أزمة في المسألة في مما يعني المواطن أصبح يدفع كلفة هذه المسائل، بمعنى يدفع يعني المواطن يدفع سعر بالكهرباء عالي ومرتفع جدا، هذا أثر على صناعتنا كل صناعتنا بشكل عام، وأصبحت غير منافسة هذه الصناعة، أثرت على فنادقنا السياحية أصبحت غير منافسة هذه الفنادق، أثرت على المستشفيات لأن الكل يستخدم الطاقة، والطاقة مسألة غاية في الأهمية، فبالتالي كان لابد من وضع مجموعة من الحلول لمعالجة هذه المسألة والإسراع فيها. يعني لا نملك ترى في الوقت احنا في السابق انه نفكر كيف بدنا نعالج، لا لازم نعالج وحتى نتجاوز هذه المساله. من في بدائل كثيره للموضوع، يعني قبل ما نروح للغاز الاسرائيلي بدائل مختلفه وكثيره راح نتحدث عنها بالتفصيل، بس بعد انك ناخذ هذا الهاتف معنا على الهاتف معالي وزير الطاقه والثروه المعدنيه الدكتور محمد حامد. معاليك مساء الخير. مساء الخير يا مرحبا. يعني اول شيء بدي اسالك اليوم بعد هذا الجدل والنقاش اللي جرى في مجلس النواب، دكتور محمد حامد وزير الطاقة، هل تغيرت قناعاتك فيما يتعلق باتفاقية الغاز؟ لا عفوا مش فاهم يعني ايش السؤال. الجدل الذي جرى اليوم في مجلس التجاذبات التي جرت اليوم في مجلس النواب. لا 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 لم يعني اسمح لي لو سمحت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين ولضيوفك. انا ما عندي تلفزيون اشوف يعني انا معي بالاستوديو المهندس بادر رفايعة وسعاده النائب جمال قمو. تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا بحضرتك وضيوفك الكرام. اللي بدي اقوله عفوك كالتالي، يعني ايش صحي انه احنا نتباحث باي امر ويكون في راي وفي راي اخر ورأي ثالث ورابع كمان، ما في مشكلة أبدا. يعني حقيقة في عنا مشكلة بالطاقة، في عنا مشكلة بالطاقة، مشكلة كبيرة، والوضع يعني ضاغط وحرج. يعني إن شاء الله بكون في عنا انفراج بعد منتصف 2015، لأنه في عنا الطاقة المتجددة راح تدخل، هذا واحد. واثنين، ميناء الغاز المسال اللي بتم إنشاؤه الآن بالعقبة راح يكون إن شاء الله عامل، فهذا راح يخفف كثير يعني الوضع. بس بحب أذكر إنه الغاز المسال سعره تقريبا ضعفين الغاز اللي بيجي عبر الأنبوب، وتقريبا حوالي ثلاث أضعاف سعر الغاز المصري. ثلاث أضعاف سعر الغاز المصري، لكن هو أقل، بظل أقل من الديزل بحوالي 30 إلى 35%. فمن هون يعني بكون في خلينا نقول توفير شوي نسبي باستخدام الغاز المسال. لكن ميزة الغاز المسال أنه بعطينا أيضا فسحة للأمام، وبعطينا جزء من أمن التزود بالوقود، هذا اللي احنا نسعى. على ما يبدو انقطع الاتصال مع الدكتور محمد حامد. نعم. طيب أعود لك سعادة النائب. نعم. يعني البدائل الاتفاقية 2017 بشيء. نعم الاتفاقية يعني لحق حالنا الآن ذكر الميناء وذكر إذا تمت الاتفاقية فيعني أو يمكن أول شحنة تجينا في سنة 2018. لأن بحاجة إلى بنية تحتية كبيرة حتى نقدر نستوعب هذه المسألة، وبحاجة إذا أيضا إلى تطوير الحقل بشكل كامل، يعني الحقل لا زال غير مطور بشكل صحيح. سنة 2018 ستكون مجموعة من البدائل المتاحة عندنا بالأردن، ولسنا بحاجة. يعني الآن ارتفع إنتاج الكهرباء بشكل عام إلى 3700 ميجا وات، ستدخل في سنة 2017
يعني ما يقارب 1000 إلى 1500 ميجا وات من الطاقة المتجددة. نعم. وهي مسألة يعني غاية في الأهمية، لأنه هذه ستخفف من فاتورة البترول بشكل كبير. سنة 2018 أيضا سيدخل 470 ميجا وات من الصخر الزيتي الأردني عن طريق الحرق المباشر، تم إحالة العطاء على الشركة الإستونية إنفيت، والشركة هي راح تعطينا أول إنتاج من الكهرباء بسنة بداية 2018. يعني قبل ما نبدأ مع جماعة الإسرائيليين. أيضا موانئ الغاز اللي تحدث عنها الوزير، صحيح، هاي مسائل مهمة كثير، هاي تساعد في تحقيق أمن التزود بأمن الطاقة. أمن الطاقة مسألة مهمة كثير عندنا، وبالتالي لابد من سلات مختلفة للتعامل مع يعني هذا الموضوع، منها يعني استيراد الغاز من واقع مختلفة، الغاز المساد. يعني بجوز أنا ما أتفق، خصوصا بعد انخفاض أسعار البترول، ما أتفق مع معالي الوزير أن سعره يعادل ضعفي سعر الغاز المصري. قد لا يكون هكذا، يمكن يكون أكثر منه 20-30% 40%، وهو مقبول إذا ما قارنته بالغاز اللي راح يجينا من الكيان الصهيوني. ندفع 40% زيادة على توليد الغاز، ولا ندفع كلفة ارتهان إرادة يعني الإرادة السياسية بموضوع الاقتصاد ما يتعلق يعني هاي مسألة، كيف احنا بدنا نحط يعني راسنا في مقصرة العدو الإسرائيلي. حلو. في اي لحظة يوقف الغاز عنا وقلنا ما في غاز، ما في كهرباء، يطفي عنا. نعم. يعني هاي مسألة لا يجوز. صحيح. احنا صحيح. يعني هذا عدو، والعدو يعني لازلنا احنا بنشوف من الولايات. يعني هذا بقودني اسأل المهندس بادي، قصة عدو، يعني تعريف العدو، على ما يبدو ان هناك بون واسع بين تعريف الرسمي للعدو وبين تعريف الشعبي للعدو، حتى بين النيابي وبين الحكومي. هل هذا هو السبب انه بنشوف علاقه حميميه ولذلك هاي الاصوات اللي بتطلع عدو، ام ان طاقه اردني ربما لن تجد صدى؟ بالفعل اخي عمر. فعلا انه في ناس يعني بالنظام الاردني، في ناس مش كثير بتفرق معه القصه وتنظر لها من خلال البزنس ومن خلال تحقيق ارباح او كوميشن. الحقيقه يعني حنكون صراحة مع انفسنا ومع احنا كشعب اردني، لدينا سجل من الصفقات المشبوهه والغامضه اللي ما بنعرف احنا مآلاتها ومين بقبض ومين. نبدا نذكر قصه الفوسفات وبيع شركه الفوسفات ولمين باعت، وشركه موجوده مش عارف وين ومش عارف كيف ومين يعني قديش باعت شركه الاسهم الضمان الاجتماعي لما باعت، وتحكيم مش تحكيم، ولا قصه الموارد. البيع عندنا دوامه بالاردن، صح؟ في عندنا قصص وبعدين بتطفو على سطح بعضها. نعم. وبعدين تختفي وما حد بيعرف مين صاحب الصفقة، ويبدو الأمور تكون مؤشرة دائما على شخص ما أو على جهاز ما، معروف القصص. فأنا أعتقد أن هذه الصفقة بغموض اللي فيها وبيكترفها من أساسها، فيها أيضا صفقة، فيها ترتيب معين، فيها كوميشن، فيها ترتيب. إحنا الأول ما بدأت القصة مع شركة البوتاس العربي، ولما توقعوا قالوا إحنا البوتاس العربي ننظر من ناحية اقتصادية وعندنا منافس ومش عارف إيش وكذا. أنا بذكر وقت حكينا ووقفنا واعتصمنا أمام شركة، قلنا لهم هاي بداية فقط لاستيراد الغاز والقطب بشكل عام، دليل أن هناك في قصة كبيرة أكبر من قصة الله. هذا واحد. تعليقا على ما تفضل في معالي الوزير دكتور محمد حامد، وأنا هذا الشخص أعرفه، والله أنا مستغرب أنه هو دافع عن هذا الصفقة، وأتمنى يعني أتمنى عليه إذا كان يسمعني أنه يكون استقالته أولى من أنه وافق أو يدافع عن هذا الصفقة. هو رجل يعني محترم وصديق وإنسان يعني نعرف أن في صفات طيبة، يعني أتمنى عليه ما يدافع عن هذه الصفقة في علاقة مع عدو الصهيوني بالذات. الحقيقة يعني أنا بدي أقول أنه قطاع الطاقة في الأردن قطاع أيضا فيه غموض، وفيه يعني أشياء مغيب عنها الناس بشكل عام، ابتداء من قصة تسعير المشتقات النفطية، وارتفع البرميل ونزل البرميل وإحنا مش عارفين كيف بتسعر تسعيره. أيضا استيراده، إحنا نعرف في شركة العقبة، هاي شو شركة العقبة البترول؟ ما حدا عارف، ولا النواب عارفين، بسمع النواب بيسألوا شو شركة البترول وشو علاقتها بالقصة، مش عارفين شو الطوابق كثيرة في القصة. يعني أيضا في موارد ولا فيش موارد، عندنا بترول ولا ما عندنا بترول، ليش مأخر قصة الصخر الزيتي وليش مأخر قصة الصخر الزيتي، حتى ميناء الغاز المساعد تأخر كثير، معطل، ليش معطل؟ يعني في قصص في موضوع الطاقة مغيب الناس عنها، وفيها التفاصيل وما حد يبدو بده يكشف عنها، وبالتالي بتيجي التبريرات هاي على حكاية صفقة الغاز مع العدو الصهيوني أيضا راكبة على قصص مش حقيقية، أو وبالتالي أنا أعتقد الموضوع كله فيه غموض وفي لبس، وبالتالي هناك قصة داخل هذا الموضوع. أنا مش متخيل الأردن يستورد غاز من عدو هذا بده يربط مصيره في مصيره، وين الكرم الوطنية؟ تخيل أنت الآن إذا أصبح غازنا وكهربتنا من خلال العدو الصهيوني، شو موقفنا من القدس؟ شو موقفنا مما يجري في فلسطين؟ صحيح. من الحق العودة، من مش عارف التهويد والاستيطان. هل يستطيع الأردن يتخذ موقف
ما هو بس هو اذا اتخذ موقف ما عجبه بط في هالقسم انه بط فيه الكهرباء علينا يعني. هي تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية واضحة. تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية اللي يتم من خلال كل ربط ماء والكهرباء والمال والفلوس كل سلطة، وبالتالي لا يستطيع أحد يمر عن حاجز. رح نتحدث عن خيارات الأردن السياسية أو المخاطر السياسية على الأردن، منها الوصاية، لكن أنا عجبني مهندس بادي بيقول لك الطاقم لخوصة بالأردن. يعني ما انت مش بقى. يعني انا قصة البينا بذكر زمان حكى عنها، وحكى عنها الدكتور عبد الله المنصور بجوز ببيان الوزاري الاول. نعم نعم. والان نعم. الحديث عن الطاقه المتجدده. نعم. وحديث وفي نازلين بيثقلوا مع المشروع النووي كبديل. طب ليش نروح للغاز الاسرائيلي؟ يعني حاول فهمنا اياها، وانت بجوز بتابع لكل هذا. بتابع يعني صحيح يعني انا بجوز يعني الحكومه لغوصه. لا 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 الموضوع مش لغوصه. هاي الحكومه يسجل لها انه فعلا هذا التضارب بالمصالح ما كانش يعني واضح بالنسبه للحكومه، ما كان يشتغل بتضارب المصالح، بدليل انه الطاقه المتجدده يعني هي اول من عملت في هذا المجال، وهذا شيء يسجل للحكومه. ان الطاقه المتجدده بدات يعني تظهر على السطح بشكل عام، وزي ما حكيت لك سيكون في سنه 2017 2018 ما يقارب 1500 ميجا وات من الطاقه المتجدده، وهذا ما كنا نحلم فيه. يعني كنا احنا بضمن الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه بنتكلم عن 6% سنه 2020. الان يعني الهدف انه نرفعها ل 20% سنه 2020، وهذا يعني بدايات موفقه بهذا الاطار، ونتمنى ان تكون بسنه 2020 20% من هذا الانتاج. انا بدي اعلق على موضوع تسعير المشتقات النفطيه، لاني انا ممثل الشعب براقب على الحكومه كيف تسعر المشتقات النفطيه، وانا على اطلاع تام بهذه المساله، وتماما تماما يعني بدقق كل الارقام الداخليه في معادله التسعير. بالمناسبه المعادله يعني مقرمه للحكومه كمعادله صماء، يعني معادله صماء مقرمه للحكومه، انت تدخل فيها المعطيات، معطيات الكلفه، وبالنهايه بتخرج برقم معين، وهذا رقم سليم 100%، ما فيش تلاعب فيه، حتى الاضافات البسيطه. بس هم زعلانين على تزيد نزول البترول. لا 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 جاي فيه جاي طبعا الحكومه ستخسر في هذا الاطار، لكن انا بتحدى حتى لما يكون في تقريب، بمعنى انه لو طلع معنا بنهايه المعادله 83.3 سنت او فلس، بدنا نقربه ل 5 فلس، هذول الفلسين بنحطهم بحساب خاص لصالح المواطن. يعني ما بنترك امور تمام هيك. يعني انا واثق من هذه المساله، وانا بدقق على كل مدخل لهذه المعادله، وبالتالي المخرج كمان بندقق عليه بشكل سليم، ابدا ما فيها لبس على الاطلاق. احنا بنسعر على المشتقات النفطيه معدلها الشهري بشهر المشتقات وليس على برنت. لا المشتقات. نعم. المشتقات في فرق كبير بين هبوط برنت وبين سعر المشتقات النفطيه، لانه هاي مكون وهي مكون ثاني، هذا بيجمع فيه كل المكونات للطاقه بشكل عام، عفوا للبترول، وهذا مشتقات واضحه بنشتريها واضحه من السعوديه ومن ارامكو، بنحطها كيف تجينا وبنحمل عليها كل النفقات الثانيه كلها حتى تصل للمستهلك، وبالنهايه بيطلع رقم زائد الضرائب الحكوميه. ما يرفع سعر المشتقات بشكل عام هي الضرائب المفروضه على هذه المشتقات. يعني طيب المينا ايش اخروا؟ يعني من ايش ندخل بالتفصيل؟ المينا تاخر في طرح الاعضاء. صحيح احنا نادينا حتى في البرلمان 16 بان الموانئ، هذه الموانئ يعني ليس كله ترتيب لاتفاقيه الغاز الاسرائيلي كما يشير. لا اعتقد بهذه المساله. الغاز الاسرائيلي يمكن ما كانش فيه، بعدين ما هو قديش صار مكتشف الغاز الاسرائيلي؟ طيب. قبل سنه ونص الغاز. فبالتالي يعني مش مبرر انه نلهث وراء الغاز الاسرائيلي. في بدائل اخرى كثيره، وحكينا انا عن البدائل، وبعتقد انه يعني اذا ما جدينا في 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 تغيير حتى الاستراتيجيه الوطنيه للتنقيب عن الغاز والبترول في الاردن، اذا ما غيرناها وجدينا في البحث فيها، سنصل في 2018 الى قرب الاكتفاء الذاتي بالطاقه المحليه. نعم. طيب يعني بدي انا افهم مهندس بادي، ايش قصه انه بدنا نبدا 2017؟ يعني اتفاقيه الغاز ليش ب 2017؟ يعني شو يعني فلسفه اتخاذ مثل هذا التوقيت؟ يعني هو الموضوع يعني ما عندناش التفاصيل لكن اعتقد هي متعلقه بتجهيز البنيه التحتيه لاستيراد الغاز، لانه الغاز تعرف هو ليس نقل وانما يكون عبر انابيب، حتى شركه البوتاس ايضا كلفتها على مين البنيه التحتيه حسب اتفاقات الاتفاقيه؟ ما عنديش التفاصيل. هو ليس اتفاقيه بالمناسبه، حتى لم تعقل اتفاقيه، هو رغبه باتجاه اختار نوايا فقط. نوايا. مشان هيك احنا جهدنا مع بعض ان شاء الله تعالى نسقط او ما نوصل لمرحله توقيع اتفاقيه من حيث الاصل يعني. اي نعم. اعتقد متعلق بحكايه التجهيز اصلا، هم زي ما تفضل سعاده النائب جمال انه اصلا هم جديد بيشتغلوا يعني مش 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 قديما بالتاكيد. انا بس اتعلق على تفضل فيه سعاده النائب صديقنا الدكتور جمال، موضوع التسعير. يعني بجوز في انت حضرتك بتعرف بس الناس ما بيعرف، هذا واحد. ثاني الناس اذا تطلع على الارقام وتقارن برضه الناس واعيه،
لما كان سعره كذا قديش كان سعر البنزين لما بنزل كذا. نعم هذه مقولة دارجة يعني. نعم. وبالتالي أي باحث أو أي واحد بيبحث في هذا الأرقام سيجد هناك تناقضات كبيرة جدا يعني. نعم. ولا يعلم الناس في فيها لا هي التناقض بهذه المسألة بس إنه كان سعره 140 وكان سعر التنكة هالقدي ولا سعره هي القضية تتعلق بأنه في هذاك الزمن لم تكن مفروضة ضرائب مبيعات وضرائب خاصة عليه، كانت ما كانش في ضرائب كبيرة عليه. هلا بنفرض 40% ضريبة مبيعات على الفستان 95، لذلك تلاقي سعره أعلى من الأسواق العالمية. تناسب في نزول البترول ونزول البرميل غير متناسب مع تنزيل السعر. جدا متناسب. في قصة في قصة في تفاصيل عندك بخوف التفاصيل. يعني مش موضوع الموضوع أنا بأكد لك إنه للناس غير واضح وغامض. أنا عندي استعداد أوضحها للناس بشكل تفصيلي. نستضيفك في حلقة أخرى تتعلق مرة أخرى سيد بادي. ذكرت أرقام أنت تحدث عاد لنا الدكتور محمد حامد. نعم عاد لنا معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد. مساء الخير مرة أخرى دكتور. مساء الخير وبعتذر كمان مرة لطعن خطف وبعتذر بكل اعتذار. أهلا وسهلا بك دكتور. مرة أخرى فيما يتعلق باتفاقية الغاز الإسرائيلي، باعتقادك أننا يعني نحتاجها بشكل ماس وضروري أم أن هناك بدائل يمكن أن نستغني عن هذه الاتفاقية؟ شوف يعني انا اللي حكيته بس بعرفش لو شو لوين وصلت انا بالقطع الخطفه، بعتذر كل الاعتذار. نعم. اللي بدي اقوله احنا بحاجه ماسه للغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ارخص وقود لانتاج الكهرباء، الغاز الطبيعي افضل وقود للصناعه الوطنيه، والان عندنا مشكله احنا بالصناعه انه كلفه الطاقه مرتفعه جدا. وفي بعض الصناعات تركت الأردن وغادرت إلى دول أخرى. في عنا الصناعات بتوظف حوالي 250 ألف أردني بيعملوا بالصناعات سواء كان المتوسطة والثقيلة أو الخفيفة. فإحنا بحاجة ماسة إنه صناعاتنا تكون منافسة على مستوى إقليمي ومنافسة على مستوى عالمي، تنافس الصناعات الأخرى وتكون يعني قادرة على الاحتفاظ بالعمالة اللي موجودة عندها وتتوسع وتستثمر أكثر وأكثر ونستثمر أيضا نستقطب صناعات أخرى. فعندنا مشكلة إحنا بالطاقة مش بس بالصناعة حتى بالسياحة. وأخي الكريم يعني بس خليني أعطيك مثال. تفضل. بشرم الشيخ الفنادق اللي بشرم الشيخ فنادق كلها 5 نجوم وبجوز في 4 نجوم بس معظمها من الفنادق الفخمة. هاي الفنادق بتستخدم الغاز المصري أول شيء إنتاج الكهرباء وغيره، فالكلفة عليهم كثير متدنية، كثير تنافسية عالية. طيب احنا بالفنادق اللي عندنا عمالهم بقولوا انه الغرفة الواحدة بتكلف حوالي 40 دينار بالشهر، بدها طاقة بدها كهرباء وهذا مكلف كثير على القطاع السياحي. بحاجة ماسة انه نخفض الكلف اكثر واكثر مشان نكون منافسين حتى بالقطاع السياحي ونستقطب سواح اكثر. طيب نعم. اذا جينا اطلعنا على اللي موجود حوالينا الآن، الخيارات اللي موجودة أمامنا، ما هي الخيارات اللي موجودة أمامنا لما نحكي عن الغاز الطبيعي؟ يعني أول شيء الغاز الطبيعي المسال اللي بدنا نبلش إحنا نجيبه للأردن زي ما حكيت، هذا ضعف الغاز سعره يعني ضعف الغاز اللي بجينا بالأنبوب وثلاث أضعاف سعر الغاز المصري. فإحنا ما حلينا مشكلة كبيرة بالغاز الطبيعي المسال، صح بعطينا نوع من أمن التزود بالوقود، بعطينا خيار آخر مشان نستورد الغاز سعره أقل من الديزل بحوالي 30-35% وهذا إشي جيد، لكن ما حلينا المشكلة، ما حلينا الخسائر تبع شركة الكهرباء الوطنية اللي أظني واحد من ضيوفك الكرام ذكر بانه هالخسائر خسائر شركه كهرباء الوطنيه عمالها بتزيد. وانا بحب يعني اقول للاخوه المشاهدين الكرام انه ب 2009 لما اجانا حوالي 300 مليون قدم مكعب غاز باليوم من مصر،
شركة الكهرباء الوطنية كانت ربحت حوالي 33 مليون دينار. كلفة الطاقة كانت أقل من 2 مليار، كانت تشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي. فاتورة الطاقة الآن بتشكل حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا رقم كبير جدا غير قابل سيدي طيب. للاستمرار. اللي منقوله أفرق سيدي صدر. إنه بحاجة إلى غاز طبيعي يكون موجود عندنا. الآن الغاز المصري زي ما حكيت ما في توافرية، ما في اعتمادية عليه مطلقا، وكل 2014 اللي حصلنا عليهم من الغاز المصري تقريبا بالمعدل حوالي 22 مليون قدم مكعب باليوم. طب ما احنا من غاز الريشي بيجينا حوالي 13 مليون قدم مكعب باليوم ونستخدمه في توليد الكهرباء، فكان لابد انه ندور على خيارات. واحنا سيدي ما نحكي انه يكون الغاز عندنا من خلال شركة نوبل الامريكية بكرة او بعد بكرة، احنا منخطط لقدام ل 2018، يعني ب 2018 يكون موجود عندنا. احنا دائما بقولوا الناس انه يا حكومة ليش انتم ما بتخططوا لقدام، هذا هو اللي بنعمله الان. يعني احنا عمالنا بنشتغل الان لا بداية 2018 اللي يكون عندنا عنصر آخر دخل على الخط مشان نخفض الكلام. نعم معاليك، أنا بشكرك الدكتور محمد حامد معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية، مجموعة من المعطيات والحجج راح نناقشها مع ضيوفنا. شكرا لك يا دكتور، شكرا، وانا بعرف شكرا انك لي. يعني مضطر ولضيق وقتك. شكرا دكتور محمد، حياك الله. شكرا، بدي استاذنك نروح لفاصل ثم نعود. يعني الوزير بيحكي لك يعني ما فيش غاز طبيعي في المنطقة إلا موجود في إسرائيل، حتى نسمع أيضا يعني ردودكم بعد ما قالوا معالي. اسمحوا نروح لفاصل. إذن أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة النقاش حول صفقة الغاز مع الكيان الإسرائيلي. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. بدي أرجع لك مهندس فادي، يعني الوزير كان واضح أنه يبدو أنه في هناك قناعة حكومية بالاتجاه نحو هذه الاتفاقية. الغاز الطبيعي تحدث أنه ما فيش عندنا بدائل للغاز الطبيعي تحديدا، هو أرخص أفضل، أعطيني بديل للصناعة السياحة، مثل هذه الحجج. يعني خلينا نحكي الآن وطنيا وبعيدا عن طبعا أنا بديش أنحي القصة المبدئية، لكن وطنيا ما ظلش إلا هيك. يعني هكذا ما قاله الدكتور محمد حامد، يعني أنت مضطر أن تأكل الميتة هنا. أنا أعتقد الموضوع غير مقنع حقيقة. أبدا غير مقنع، لأنه بدائل معروفة حتى على مستوى الغاز. يعني لما تحدث عن الغاز، في غاز مصري بيغطي جزء من الموضوع، في غاز قطري أيضا، في غاز جزائري، في مصادر أخرى يعني للغاز. يمكن أغلى شوي لأنه في نقل وفي كلف أخرى يعني، لكن يبدو في ناس ما بيحسب حتى حساب كلفة الكرامة الوطنية. يعني يبدو هذه ما لها كلفة ولا مقدرة أنك أنت تربط اقتصادك وكهربتك بالعدو الصهيوني، ولا بقدر ثمن هذا الشيء يعني. وبالتالي هو يبدو بنظر لها بأرقام مجردة فقط. يعني أنا أعتقد أنه هذا يعني مش 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 مقنع إلى حد ما. ناهيك أنه يعني وعود وحديث عن هذا مستمر، عن تعليق قصة الفنادق كمان وصل فينا الدكتور محمد حامد، وقصة السياحة ومش عارف إيش كذا، وكأنه القصة متعلقة بهاي الجزئية. موضوع الاقتصاد الوطني وتحريكه وجعله اقتصاد منتج متعلق في أمور أخرى، وقصة كبيرة بجوز بدها مختصي كمان يتحدثوا فيها. ولكن معروف أنه الأردن عنده مديونية كبيرة، معدوم الاقتصاد الأردني في ركود، معروف أنه في مشاكل بالأسعار ومشاكل في التضخم، واقتصاد معتمد على التمويل وعلى المساعدات الأجنبية وغير منتج. وبالتالي قصة كبيرة، ليست قصة متعلقة فقط في الغاز، فما بدناش نعلق احنا وضع اقتصادنا او ازدياد مساحات الفقر. الطاقة واحدة من مشاكل الاقتصاد، اكيد بالتأكيد. ما حدا بينكر ذلك، ما حدا بينكر ذلك ابدا يعني. لكن بدائلنا اللي ممكن احنا نلجأ لها ونوصل لها بدائل متوفرة وممكنة، حتى موضوع الصخر الزيتي اللي كمان زي ما تفضل سعادة النائب قبل شوي عن الشركة الأستونية اللي راح تشتغل ب 2017، وهذا مشروع كم راح يوفر الصخر الزيتي؟ وهذا راح يوفر تقريبا 30% من حجم الطاقة او 40% حتى. لا مش راح 470 من 470 ميجا وات راح يوفر بالمرحلة الأولى. نعم، ويعني بنتمنى انه الحكومة يعني تستمر الآن تبدأ بالتفاوض عن المرحلة الثانية، لأنه هذا معروف كمان 470 ميجا وات. الحديث الحديث العلمي والحديث بيتكلم عن 100 سنة لقدام بكف الأردن. وبالتالي حتى على التخطيط الاستراتيجي والتخطيط الامام في مصادر الطاقه قادره انها تعمل تنجز لنا شيء. فغير مقنع. احنا بذكر ان احنا اذا على الوعود وعلى الحديث نرجعهم شوي لورا من 1994 لما عقد اتفاقيه وادي عرب مع العدو الصهيوني، ووعدونا بالسمن والعسل وبعد هذه الاتفاقيه، وحد بعدها الاقتصاد ده صار فيه بعد هذه التبعيه، وبعد ربط اقتصادنا وتبعيته والتمويل وشراء سياستنا وكرامتنا من خلال التمويل الامريكاني او غيره، وما آلت إليه الأمور في اقتصادنا الآن، بحيث أصبحنا من أسوأ الاقتصاديات في المنطقة بسبب ازدياد مساحات الفقر والبطالة والضعف، وحتى المصانع اللي بتسكر، وفي أشياء كثيرة ليس مجال البحث عنها الآن. أنا أعتقد أنه إحنا لدينا بدائل وطنية، لدينا بدائل أيضا في المنطقة ممكن نلجأ لها، وفينا بدائل أيضا في البترول حتى من جيراننا من هنا هناك، لكن بدها القصة نزاهة وبدها مزيد من الشفية حتى نكون واضحين بهذه المسألة. هي الحقيقة إذا كان أنت تسمح لنا بعد شو نحكي في الجانب السياسي في هذا الموضوع. راح نحكي بالجانب الحقيقة يعني موضوع رصد الغاز. سأعود للجانب السياسي. موضوع أكبر بس من مخاطر سياسية من هذه الاتفاقية. لكن بعد ما أسأل الدكتور جمال فيما يتعلق بما قاله الدكتور محمد حامد عن موضوع الغاز الطبيعي. لو أردت وأنت معارض للاتفاقية ولا تريدها ولا تريد ربط طاقتنا، لكن لو أردت أن تناقش الدكتور محمد حامد في النقاط اللي حكاها إنه ما فيش خيارات يعني إلا هذا الغاز. هذا بالغاز الطبيعي. يعني هاي الزاوية اللي بده يحطنا فيها الدكتور محمد مع كل احترام له، إنه ما في خيارات. لا، الخيارات متاحة وكثيرة. خياراتنا متعددة. نقول ما في خيارات كلام غير سليم. يعني ما هي إسرائيل كانت مستوردة للغاز والنفط العام الماضي. طب بدنا نفترض جدلا إنه ما صار في غاز إسرائيل، وين خياراتنا؟ حلو سؤال. يعني هاي قضية. هاي قضية فورا ربطناها يعني على أسهل الحلول، رمينا حالنا بأحضان العدو. والعدو هو عدو بالنهاية. هذا عدو صحيح بينه وبينه في اتفاقية، لكن هذا العدو لا يحترم الاتفاقيات والعهود والمواثيق إطلاقا، بدليل أنه كل يوم بخرقها بنادي كل يوم أنه الأردن وطن بديل للفلسطينيين، بنادي كل يوم بيهودية الدولة، يعني كيان عنصري ذبح أهلنا بغزة والضفة الغربية. يعني إيش صديقها؟ هذا ليس صديقا، ولا يجوز دائما في يعني عدم توافق المصالح بيننا وبينهم باستمرار. وعند تناقض هذه المصالح يعني سياسي الموضوع على اغلاق هذا الخط، وانه يا بتسووا هيك يا بتوافقونا يا ما بتوافقونا. وهي قضيه من اخطر ما يمكن انه نحط انه نرهن هذا
يعني المصدر الأساسي من مصادر الطاقة في يد الكيان الصهيوني مسألة خطيرة لا يمكن أحد يقبل فيها. إحنا ما زال هذا العدو يتغطرس بهذه الطريقة ما دام يهود مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ما دام يعني ينادي كل يوم بأنه هذا وطن بديل. إحنا لسنا أصدقاء على الإطلاق ولن نكون أصدقاء، نحن أعداء. نعم، الكلفة السياسية مهندس بادي باعتقادي أنه أحيانا النقاش حول هذه المواضيع يذهب من التقنية إلى المبدعي. الكلفة السياسية اللي ممكن تتحملها الأردن نتيجة اتفاقية غاز كهذه، خاصة نتحدث كمان عن ناقل البحرين ونتحدث عن أشياء تانية، لكن الكلفة السياسية اللي أنت بتحذروا منها الكلفة السياسية على الأردن ثم ماذا يحقق العدو من هذه الاتفاقية؟ نعم، فوائد سياسية له. نعم، هذا يعني يمكن أنا أقدمها بشوي بالحديث أنه يعني في أحد الباحثين أو أحد الكتاب السياسيين في العدو الصهيوني قال اكتشاف الغاز هو بمثابة عيد استقلال جديد للعدو الصهيوني. اكتشاف الغاز، اكتشاف الغاز قبل سنة ونص. نعم، اعتبروا عيد استقلال لأنه هذا الحقيقة يعني عيد استقلال الثاني سماه، لأنه هذا بده يعطي نفوذ جديد للعدو الصهيوني. تعرف العدو الصهيوني بآخر 5 سنوات حوصر وتشوهت صورته بسبب أفعاله وإجرامية هنا وهناك، لكنه الآن بوجود الغاز عنده إمكانية ليمد نفوذه في المنطقة بشكل عام ويتوسع أكثر ويعاد إنتاج دوره في المنطقة بشكل أفضل، وبالتالي هذا شيء خطير جدا علينا وعلى على على منطقتنا. يعني وإذا إحنا الآن اشترينا الغاز يمكن بعد شوي رح غيرنا يشتري الغاز وعن طريقنا كما جرى في بعض البيع البضائع الصهيونية هنا هناك خلال الأردن. فهذه قصة خطيرة جدا جدا يعني، وبالتالي بيصبح العدو الصهيوني حتى بيتحلل يمكن من التمويل الأمريكي لما صار عنده اقتصاد قوي وغاز سرقه من أراضينا بيعنا إياه من جديد، وبالتالي هذا أخطر ما في الموضوع. بالنسبة للأردن أكيد في كلفة سياسية حكينا عنها وبرد نكررها وبنقول إنه في ناس في النظام الأردني يبدو ما بتفرق معه حكاية عدو أو مش عدو، وتعريف العدو عنده شيء مختلف أو حتى يمكن ما بيعتبره عدو، لأنه واضح أنه في تعريف العدو الجديد في المنطقة. واضح أنه تحدث البارح أو المبارح الكيري قال أنه هناك دول عربية مستعدة تتحالف معنا وتقيم علاقات وتطبيع لأجل أن تتصدى مثلا لحماس أو للتنظيم داعش ومش عارف إيش. يعني قصدي يقول في تبدل بمفهوم العدو في المنطقة، فهذا يبدو ما بفرق مع بعض الناس هنا في الأردن، وبالتالي ليس في 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 في, في وارد ذهنه أنه هذا عدو أو عدو، ولذلك يساعد على على فرض التطبيع على الناس بشكل أو بآخر. وبالتالي هو الآن بكل سهولة بده يخلي كل مواطن أردني يستورد غاز ويدفع ثمن هذا الغاز، ثمن هذه الكهرباء لتصب في التمويل. اللي بدي اقصده انا اللي اقوله ذكرت قبل شوي انه في مثال حي عندنا اللي هو السلطه الوطنيه الفلسطينيه اللي ربطت اقتصادها من خلال المياه والكهرباء والماء مع عدو الصهيوني، وبالتالي الان عاجزه هذه السلطه اللي تدير حكم ذاتي في الضفه الغربيه عاجزه عن اي فعل عن اي شيء، مش قادره تتخلص من هذا الشيء من ربط الكيان الصهيوني، وبالتالي دائما غير قادر عن لا تدافع عن القدس ولا تدافع عن اللاجئين ولا تدافع عن ومش بس هيك كمان تأخذ تعليمات وأوامر من العدو الصهيوني بيصير في اتجاهات معينة. هل ما هذا هو مطلوب للأردن من ناحية السياسية؟ هل مطلوب من الأردن أن يرتبط ويرتهن الكيان الصهيوني بحيث تصبح هناك تعليمات وأوامر وتفاصيل وتعاون أمني وتنسيق أمني ويمكن حتى بجزء عسكري أو في أدوار متوقعة أيضا للتصدي لبعض حركات المقاومة في فلسطين هنا وهناك أو تأتي أدوار كله بضمن تنسيق، كما حكى زميلنا قبل قليل أنه تمشي هيك ولا بسكر الحنفية ولا ببطل الكهرباء عليك. فهذا كلفة سياسية كبيرة جدا عدا عن أنه هذا الشيء يعني غير مقبول للناس. نعم، فكيف تنكسر شوكة الناس وتنكسر خلينا نقول حالة العداء مع العدو الصهيوني من خلال هذا الغاز ويعتبره شيء طبيعي. جميل، إذن كلفة سياسية كبيرة هذا ما يراها المهندس بادي الرفاعي. معنا الآن على الهاتف سعادة النائب مفلح الخزاعلي. مساء الخير سعادة النائب. مساء الخير، الله يمسيك انت والشباب الموجودين عندك. الله يحييك. احنا معنا المهندس بادي الرفاعي وايضا سعاده النائب الدكتور جمال قمو. فيما يتعلق باتفاقيه الغاز، استاذ مفلح، انت مع ام ضد هذه الاتفاقيه ولماذا؟ والله يا سيدي انا بقول لك الكاهل الوحيد على الدوله الاردنيه هي موضوع الطاقه. الطاقة قلق اقتصادي أردني. نعم. حيث تستورد المملكة 97% من الطاقة. حدث عجز بالميزانية بمقدار 3 مليار دولار عام 2012.
هذا ما يعاني فيه الإنفاق السنوي للحكومة من الطاقة. هذا انعكس على الميزانية مثل تخفيف الدعم المقدر للوقود والغذاء. يعني ليش زادت عنا فاتورة الكهرباء؟ ليش زادت عنا المديونية؟ كله من وراء الغاز. حلو. احنا عندنا مصدرين رئيسيين اللي كنا نستورد منهم. اول شيء كان الخط الانبوب المصري. سبب التفجيرات والاحداث اللي حدثت في مصر، تعرض هذا منذ الثورة 25 يونيو 2011 في الاراضي المصرية، مع العلم ان الاردن يعتمد عليه في انتاج 80% من الطاقة الكهربائية. يعني احنا كنا نعتمد على 80% من استيراد الغاز. اتجهنا للعراق. التزويدنا من العراق بحاجة إلى من النفط بأسعار مخفضة، لكن بخطورة الأوضاع ونقل الصهاريج من العراق إلى الأردن يواجه مخاطر جسيمة بالنسبة للناقلين. فلذلك الآن أصبحنا احنا فيه. احنا صحيح ضد العدو ونقاتل ضد العدو، واحنا مع الشعب الفلسطيني ومع تحرير القدس ومع تحرير كل شبر من أرض فلسطين، لأنه الأردن ما في بيت أردني إلا كان فيه شهيد على أرض وتراب فلسطين. نعم. أما بدي أحكي لك شغلة. تفضل. هذا الغاز مش من أراضي من أراضي فلسطينية. نعم. مش من أراضي فلسطينية. مش هذا الغاز إحنا أحق إنه نأخذه بدل ما تأخذه دولة ثانية. إحنا كالأردن الآن دولة بحاجة إلى الغاز، لأنه ظروفنا المادية صعبة. تعرف قديش الآن أصبحت نسبة استهلاكنا نسبة 15% 2013. صندوق النقد الدولي طلب من الأردن بالتدريج في سياسة الدعم ارتفاع على الكهرباء. إذا ما رفعنا الكهرباء ورفعنا المحروقات، إحنا الصندوق الدولي وقف الدعم، وخسارة التراكمية لشركة الكهرباء 7 مليار دولار، وتشكل فاتورة الطاقة نسبة 21 من الناتج المحلي الإجمالي. نعم. سعادة النائب، يعني أنا 3 مليار و700. يعني فهمت منك إنه أزمة الطاقة الكبيرة، يعني لا خيار أمامنا إلا أن نذهب إلى هذا الغاز، ثم أنه غاز. مدام إخواننا الفلسطينيين غازهم منين؟ ثم أنه غاز عربي وفلسطيني، وبالتالي نحن يعني أحق به. إذا بدنا نقول على التجارة، إذا وقفت على الغاز، إذا بدنا نوقف على الغاز، كل التعاقدات البضائع مع الشركات الأمريكية لمين رايحة هي؟ نعم. وهذه أيضا وجهة نظر أخرى، حتى الشركات الأمريكية تمول الإسرائيلي. شكرا لك سعادة النائب مفلح الخزاعلي، شكرا على هذه الآراء، راح نناقشها مع ضيوفنا الكرام. شكرا لك سعادة النائب. يعني غاز فلسطيني، يعني ما المشكلة أن نأخذه؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية دكتور جمال، يعني احنا ناقشنا قصة هذا الخيار الأوحد، يعني ربما، لكن غاز فلسطيني، ثم احنا أصلا نتعامل مع أمريكا، وأمريكا أصلا بتزود إسرائيل، ونفس القصة 8 مليار بالأخير بتروح لإسرائيل. ما رأيك بها مثلا؟ كون الغاز غاز فلسطيني، يعني الغاز الذي يستفيد منه. نعم. ومن يستفيد من هذا الغاز حاليا؟ نعم. ربما إن شاء الله بيكون في تحرير، وبصيروا الفلسطينيين هم وأصحاب القرار في أرضهم، وسيصبح الغاز غازا فلسطينيا. نعم. أما الآن من يستفيد من هذا الغاز هم الكيان الصهيوني بالتأكيد. هو اللي بياخذ فلوسه، هم اللي بيدفعون باتجاهات مختلفه ما فيها تطوير العمليات، يعني جيش الدفاع تبعهم اطلاقا. لا يجب ان نفكر انه هذا غاز فلسطيني، ولا التعاقد مع نوبل، لانه نوبل لا تملك حتى هذه المساله. نوبل يعني لها جزء من الحقل، بس الحقل موجود في، يعني خلينا اسميها الاراضي المحتله، لكن يملك الكيان الصهيوني. حتى لو كان في الاردن ويملك شخص غير اردني ويستفيد منه شخص غير اردني، فالغاز لهذا الشخص المستفيد. نعم. مش للاردن بشكل عام، لأن بالنهاية يعني أنا ببيع غاز بأخذ ثمنه، أنا المستفيد من هذا الغاز هو أنا صاحب الحق فيه. فبالتالي ليش بدي أقول عنه هذا غاز إسرائيلي؟ صحيح. صحيح. غاز أمريكي، ولا غاز كذا، ولا غاز من كذا، ولا غاز فلسطيني؟ لا، هو غاز للكيان الصهيوني، ويستفيد منه الكيان الصهيوني، وعوائده يأخذها الكيان الصهيوني. فهي مسألة يعني هاي مسألة يعني منتهي ما يتعلق بهذا الإطار. اما انه نحمل يعني مديونيه الاردن الكبيره كلها للطاقه، الطاقه جزء من المشكله، لكن هناك مشاكل متعدده وكثير ما يتعلق بالدين العام تبعنا. ديننا العام وصل بحدود 32 مليار دولار. صحيح. فهي القضيه خطيره، الطاقه تحمل جزء من هذه المساله.
لا نحملها كلها. صح. لا نحمل كل المآسي الاقتصادية بالأردن لموضوع الطاقة. الطاقة جزء لكنها ليست كل المشكلة. ليست كل المشكلة. نعم. وكان علينا أنه يعني أن نتعامل مع هذا الموضوع سابقا من قبل الحكومات المتعاقبة، لكنها كلها قصرت بالتعامل مع هذا الملف ووصلونا للزاوية هون، وصرنا ما نقول إلا في بديل. يعني صعب نتخلى عنه، هو البديل الغاز الطبيعي الإسرائيلي، علما أنه هذا الغاز قبل سنة ونص ما كانش موجود. نعم صحيح، هذا الغاز طارئ وجديد. طارئ. نعم مهندس مادي، يعني أنا محترامي وتقديري لكل الآراء التي دافعت اليوم عن اتفاقية الغاز، كانت يعني نوعا ما تجول في هذا الميدان، يعني حجج نوعا ما ليست بذات يعني خلنا نسميها برهان ودليل. كيف تقيم مثل هذه المقولات، الحديث عن أن نتحدث عن أنه غاز فلسطيني، نتحدث عن يعني ما قاله سعادة النائب؟ والله مضحك هذا الحديث. نعم. يعني الله سامحه سعادة النائب اللي بتحدث عنه غاز فلسطيني، وكأنه يعني الأموال هاي اللي راح ندفعها احنا ستذهب للفلسطينيين. قصة يعني مش كثير بدها إقناع ولا بدها بحث طويل. يعني احنا بنقول انه هذه 15 مليار سيذهب 8.4 من بالمئة منها مليار، 8.4 مليار دولار ستذهب إلى خزانة العدو الصهيوني إلى موازنته. نعم. سيخصص 30% منها إلى جيش الدفاع الصهيوني، وجيش الدفاع الصهيوني سيقيم حروب ويعني قتل وتدمير وعمليات حربية تجاه أهلنا، وهذا كلام أيضا واضح. وبالتالي وين قصة الفلسطينيين؟ مش واردة ولا أظن أنا مقنعة، بالعكس هي بتثير الضحك. يعني قصة الأمريكان كمان، مين قالوا إحنا بنوافق على سياسة التبعية للأمريكان؟ حتى في استيراد خلينا نحكي بضائعنا أو موادنا الأساسية الاستراتيجية زي القمح مثلا اللي مش مستلم، إحنا ضد هذا الحكي. إحنا من زمان نتحدث ونقول إحنا لا نريد ربط اقتصادنا أو موادنا الغذائية أو سلعنا الاستراتيجية بأي قوة عظمى تستطيع تفرض إرادتها علينا زي كما هو حالة القمح. ضد هذا التبعية إحنا 100% ولا نقبله تماما. لكن أيضا في فرق بين قصة القمح وبين قصة الغاز. يعني اولا الغاز القمح صفقات تشترى وبضائع ممكن تشتريها من امريكا مش من مكان ثاني، تشترى سنويا، تشترى بشكل اني وممكن تتغير في اي لحظه لو جاءت حكومه اخرى على البلد وصار هناك اصلاح وصار في حكومه برلمانيه او ممكن تغير طريقه الاستيراد وشراء القمح الامريكان. لكن انت بتتكلم عن اتفاقيه لمده 15 عام، من اتى للحكم او حكومات اخرى مفروض عليها هذا الاتفاقيه لمده 15 عام بشراء الغاز الصهيوني، وبالتالي القصة فيها استراتيجية، فيها إجبار، فيها تعهد مع دول الصهيوني، كما أنه هناك حكينا في خلينا نقول تمويل لآلة الحرب الصهيونية. فالموضوع نعم مش محتاج نقاش. نعم. يعني. لا اسمحوا التعقيب تفضل. أبدا، يعني أنا مش راح أضيف على اللي حكاه. نعم. الأخ بادي واللي أنا حكيت فيه، لكن هناك قصص دائما مختلفة. في بعض الناس يقول لك طب ما إحنا بنشتري كاكا من إسرائيل. هاي الكاكا مسألة فردية، واحد يشتريها يعني واحد مترفض بيشتريها، مش مترفض واحد مستفيد. نعم. بيشتري هاي الكاكاو والأصل انه ما يشتريها والأصل انه ما نتعامل معها. صح. لكن احنا بنحكي عن بلد كامل. نعم. بلد كامل سوف يستعمل طبعا. هذا وطني. نعم. هذا مختلف كليا. ناس بيحكي عن المية حق لنا، المية ميتنا هاي. نعم. اللي بنخزنها احنا بنخزنها. نعم. هاي ميتنا، حقوق ان هاي، وبالتالي يعني اذا ما اعطوناش اياها بنحارب مشان يعطونا اياها. فهي قضية مختلفة كمان، يعني قضية ثانية مختلفة عن هذه المسألة. مسألة الغاز موضوع يختلف عن كل المسائل، لأن كل أردني سيشارك ويساهم في دفع ثمن هذا الغاز وثمن الكهرباء المنتجة عن طريق هذا الغاز. لا، حتى يعني إذا في سياسات متبعة خطأ في موضوع التبعية موضوع الشراء، هل معنى ذلك نضيف عليها كمان نستمر في هذا المسلسل؟ يعني هذا ليست حجة صحيح. نروح لفاصل، ريحوا شوي فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا حول الغاز الإسرائيلي. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان.
سيراميك وبورسلان، أتقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية هو أول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة. مركز الباسقات له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات رمز الطبيعة. شفا بدران، هاتف 510-5683. مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، ادخر لنفسك صدقة جارية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ساهم في إعادة إعمار مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي الذي دمره الاحتلال. تبرع $1,000 لبناء وتشطيب متر مربع واحد. تبرع ولو بمتر واحد. للاستفسار يرجى الاتصال على للتبرع لصالح المستشفى عبر أرقام الحسابات التالية: أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد. إذن لازلنا نتواصل معكم في الحديث عن قصة صفقة الغاز والجدل اللي الآن ربما موجود في المجتمع وفي مجلس النواب، في استطلاع يعني أجرته قناة اليرموك باستطلاع آراء المواطنين حول هذا الموضوع. إذا الشباب الإخراج جاهز ياريت نشوفه مع بعض. بالتأكيد أنه مثل هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني المجرم الذي لا يحترم أي اتفاقية دولية، ووجوده بالنسبة لنا وجود غير شرعي، وبالتالي أي اتفاقية مع كيان غير شرعي هي اتفاقية غير شرعية. نحن نرفض أن يرتهن طاقة المواطن الأردني أو أي مصدر مصادر الطاقة للشعب الأردني بيد الكيان الصهيوني. هذا فيه إملاء سياسي واقتصادي على المواطن الأردني مسبق. نحن نرفض هذه الصفقة كنقابيين وكناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وكأحزاب، ونعتقد أن على الحكومة الأردنية أن تتراجع فورا عن مثل هذه الصفقة، لأنها صفقة عار، وهي بالتالي بجميع أشكالها وصورها ستكون وأثرها ستكون سلبية على المجتمع الأردني وعلى صورتنا أمام الوطن العربي الكبير وأمام مواطنينا. اتفاقية الغاز مع إسرائيل هي عبارة عن تطبيع ومرفوضة قلبا وقالبا من كافة الشعب الأردني بكافة أطيافه. هاي اتفاقية مذلة، يكفي أنهم سرقوا أراضينا كمان يتحكموا في قوتنا اليومي، لأنه هذا الغاز فقط الاستعمال المنزلي على سبيل المثال وليس الاستعمال الصناعي حتى يتحكموا في قوت البلاد. يكفي أنهم سرقوا هذه الأراضي ويسرقوا الثروات ويبيعون إياها. طبعا يعني مرفوض، يعني هذا تطبيع وغير مقبول. يعني العدو الإسرائيلي أو الصهيوني بالأحرى يعني سيبقى عدوا من عام 1948 حتى حرب التحرير إن شاء الله تعالى. تشكل طعنة لكل المطالب الشعبية التي تطالب بقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني من عمان.
هذا المطلب الشعبي الذي جرى التأكيد يجري التأكيد عليه في كل يوم، لأنه لأن وجود سفارة للكيان الصهيوني على الأراضي الأردنية يتعارض مع المصالح الوطنية العليا، لأن هذا الكيان هو كيان قاتل، كيان غاصب، كيان مجرم. اللغة الوحيدة التي يفهمها بالتعامل هي لغة المقاومة. هذا موقف نعبر عنه كحزب، وعبر عنه برأيي حتى على المستوى الشخصي بأنه لا مصلحة إطلاقا، لا مصلحة وطنية تقتضي أن يتم توقيع أي اتفاقية مع هذا الكيان المجرم، لأنه لا يمكن أن تكون هناك نتائج تترتب عن هذه المعاهدة، معاهدة وادي عربة، تفرض على الأردن أن يتم مصادرة قراره بالالتحاق بمعاهدات واتفاقيات من هذا النوع. بالنسبة للاتفاقية مع إسرائيل مع عدو صهيوني، حتى لو كان لنا حاجة ما بنقبل أي شيء، عدا أنه هذا الغاز هو مسروق من دم الشعب العربي الفلسطيني الإسلامي، فبالتالي احنا نرفض اي تعاون مع العدو الصهيوني. لذلك احنا نرفض هذه الاتفاقية وندعو الحكومة والنواب على رفضها وانهاء هذا العقد يعني الذي نعتبره لا يضر الا بالمصالح العربية والإسلامية. إذن يعني استطلاع سعادة النائب، لو تحدثنا عن استشرافك لمستقبل الاتفاقية، خاصة الآن جدل كبير، رفض شعبي، مجلس النواب اليوم كان واضح أنه كان في توجه، يعني لو بدنا نقيس الرأي العام اليوم اللي تحدث هو واضح أنه في اعتراضات كبيرة من مجلس النواب. نعم. تستشرف أننا لن نوقع؟ واضح من هذه يعني المقابلات بشكل عام أنه أغلب الشعب الأردني وهي عينة تمثل كافة قطاعات المجتمع، فيها أحزاب سياسية وفيها مؤسسات مجتمع مدني وفيها مواطنين وفيها كلها، ما حدا قال أنه يعني هذا الغاز يعني صحيح. هذه الصفقة يجب أن تتم. يعني القناعة المطلقة عند كل الشعب الأردني أعتقد بجوز نسبة بسيطة جدا جدا يعني لا تمثل ضد هذه الصفقة، فكيف للحكومة أن تمضي قدما في هذه الصفقة؟ يعني يجب عليها أن تتأنى كثيرا قبل التفكير في المضي قدما في هذه الصفقة. إحنا رافضينها والشعب كله رافضها، بعض الإخوان يعني بجوز من منطلقات يعني هم مش قادرين يستوعبوها، لكنهم إحنا يعني حريصين على هذا الوطن، لكن بمفهوم ثاني ومختلف كليا. بالنهاية الاتفاقية يجب أن ترفض، لأنه الذي يستفي منها الشعب، والشعب يرفض هذه الاتفاقية حتى لو كانت كلفة الكهرباء ستكون أكثر بكثير من هذا. يعني بالتالي يعني الحكومة يجب أن تستشرف هذا الأمر وأن يعني تفكر مليا بالاستمرار في مثل هذه الاتفاقية. نعم. مهندس بادي، هل تشعر أن في الخفاء أشياء، هناك أشباح تريد مستفيدة يعني لا تفكر برأي الأغلبية فعليا سواء كان على مستوى نيابي أو مستوى شعبي، أو يعني هل تشعر في أن هناك مستفيدين أم أن هناك مجموعة قانعة بأننا بحاجة لهذا الغاز الإسرائيلي؟ يعني نريد أن نفهم. والله يمكن حكيت في البداية أنا ميل إلى أن هناك ناس مستفيدين وأن هناك جهات مستفيدة من هذه الصفقة ولها عمولات أو لها شركات، أو لو بحثنا يمكن في الشركات ومساهمينها يعني كما ورد بقصص كثيرة، يعني زي ما حكينا ذكرنا بعض هذه القصص انها ظلت غامضه وغير واضحه، وبالتالي نعم الموضوع اشبوه واعتقد انه في غموض فيه. هذا جانب مهم. يعني الحقيقه انا يعني بناء على تفضلت فيه وسالت الزميل قبل قليل، انا اعتقد الشعب الاردني قادر على اسقاط هذه. نعم قادر. كيف قادر؟ علينا ان نتوحد. نعم. نقابات، احزاب، نواب، مؤسسات مجتمع مدني، صحفيين، كتاب، كلنا يجب ان نتوحد في رفض هذا الشيء. واعتقد انه اذا استمرينا بالتعبير عن انفسنا بشتى الطرق والوسائل، بالاعتصام، باللقاء هنا وهناك، بانه افضل المصريين على موقفهم، بالتفاعل مع النشاطات اللي بتصير هنا وهناك في المحافظات في القرى، قادرين انه نرفض هذا الشيء. لانه انا زي ما تفضل سعاده النائب، انا متاكد انه كل الشعب الاردني ويمكن فعلا في نسبه بسيطه مستفيده، ولكن اغلب الشعب الاردني يرفض هذا الشيء ومش متقبل له. واعتقد انه احنا اذا استمرينا بهذا الجهد متوحدين، انا متاكد انه احنا راح نسقط هذه المعاهده ولا نقبلها من حيث الاساس، ولا نقبل ايضا استخدام الغاز لاحقا او الكهرباء يعني بطريقه واخرى قادرين نضغط عليها. ايضا انا بدعو كمان الناس اللي مسؤولين في الدوله، ايضا وزراء او مدراء شركات او ناس لازم يعبروا عن مواقفهم. احنا بنعرف بعض هذه الوزراء او بعض الناس قد يعبر بشكل دبلوماسي امام التلفزيون او امام النواب، ولكن في قرارات نفسه من جوه يرفض هذا الشيء. فانا ادعو الى المجاهره بذلك والى الخروج فعلا عن يعني الى موقف حقيقي فعلا لمصلحه الاردن،
واللي واللي فعلا يعني اللي جعل هذا الموضوع متعلق في الاردن. اذا بنحب الاردن نعم. اذا بنحب الاردن اذا بنحب بلدنا ما بنربط لا طاقتنا ولا اقتصادنا ولا سياستنا ولا ارادتنا ولا كرامتنا مع العدو الصهيوني. انا ادعو الجميع الحقيقه ان الكل يجب ان يعبر عن ذلك ويستمر في النشاط في هذا الاتجاه 100%. هناك تناقض حكومي وتناقض في داخل النظام. هل معقول انه التعبير عن او مكافأة العدو الصهيوني ما يفعله في القدس مثلا والتعديات اليوميه المتكرره من قبل المستوطنين داخل المسجد الاقصى او الحفريات تحت الاقصى اللي احنا بنقول انه في اداره اردنيه عليها وش معبرنا بهالقصه وكل يوم بس كرامتنا وفي نفس الوقت ما يجري اعتداءات هنا وهناك داخل فلسطين وكذا. كل هذا مش شايفين انه احنا فعلا طعنا فعلا طعنا بحق اخواننا في فلسطين طعنا بمسجد الاقصى والقدس اذا احنا بنكافر العدو الصهيوني بتمويله او بالشراء منه او عقد صفقات معه او اللقاء معه حتى من حيث الاساس. نعم. هل هذا مقبول يعني؟ لا يعني مقبول. هذا دكتور جمال غضبه الوصايه التي كانت اردنيه في الفتره نعم. الاخيره نعم. يعني الاعتداءات وعرض احيانا على التصويت على الكنيست يعني الا تستدعي منا حتى ان نحمر لنا عيونهم يعني لازم نحمر عيوننا لازم ونورجيهم انه حتى يعني يا عمي لازم نحمر عيوننا احنا بنظرنا واخذين نعم. كمان نعطيهم نعم. صفقه ب 15 مليار نعم. يعني فوق كل المسائل نعطيهم كمان صفقه ب 15 مليار نعم. وين الكرامه الوطنيه؟ يعني هاي المسألة بغاية الأهمية ويجب أن لا نتنازل عن رفضنا لهذه الاتفاقية ويجب هذه الاتفاقية أن لا تمر على نعم. الإطلاق نعم. إذن يعني الاتفاقية لن تمر تتوقع تمر مهندس بادي؟ إن شاء الله ما تمر وفي تجارب سابقة إذا أصرينا على موقفنا وثبتنا عليه مسقطها إن شاء الله تعالى. زي إيش تجارب السابقة؟ التجارب إحنا كمقاومة تطبيع في عدة نشاطات كانت تطبيعية هنا وهناك تجري وتم التنسيق لها على مستوى كبير احيانا بتذكر مهرجان الاردن وبتذكر تجارب كثيره خضناها في التصدي والمتابعه والضغط على المشاركين في هذه النشاطات وافشلناها نعم. وفي مصانع سكرت وفي تجارات سكرت. اذا استطعنا ان احنا نضغط بهذا الاتجاه انا بعتقد ان احنا قادرين على ذلك ونضغط بهذا الاتجاه وممكن نسقط الحكومه اللي مصره على هذا الشيء. نعم يعني انا استمعت اليوم لمداخلات الساده النواب انا صراحه متفائل يعني شفت انه في جو عام وبكره في كمان ايضا نعم مداولات نعم حول هذا نعم الموضوع. انت لك جهود كبيره دكتور جمال. تعتقد ايضا المجلس انه المره هاي غير عن كل مره يعني احنا نحكيش عن تصويت على اتفاقيه وادي عرب بعد مؤاخذه نعم. تعتقد المجلس قادر انه يعمل شيء؟ انا شعرت بضغوطات مثلا نعم ضغوطات حتى اللحظه في هذا الاطار يعني انا بعتقد انه ضغوطات غير نعم يعني هاي قضيه وطنيه مش منطقيه تكون الضغوطات يعني. انا بعتقد في ناس في الدوله في الاجهزه في الحكومة ما تقبل هذا الشيء ما بتقبل. أنا بطمن ذلك. خلينا نشوف الجو كيف كان بمجلس النواب. كان أنا برأيي كان جو إيجابي كثير والناس عبروا عن رأيهم بكل صراحة وبكل يعني بكل وضوح إنه هذه الاتفاقية يعني يجب أن لا تكون. والتوجه العام في المجلس كان في مجموعة من النواب مع هذه الاتفاقية وعددهم مش كبير لكن النسبة العظمى من المتحدثين اليوم كانوا ضد هذه الاتفاقية وهذا نعم. مؤشر إيجابي صحيح. وأعتقد أنه راح يوصلنا لنتيجة واحدة أن هذه الاتفاقية يجب أن لا تمر. نعم يعني أنا بجوز في ضغط كثير بيحكوا لي على الاتصالات بعرف الشباب تفوتون اتصالات ولا نعم طيب اذا في ضغط كبير على الاتصالات حابين الناس يدردشوا معكم يعني اذا في طيب اذا في مجال طيب مهندس بادي باعتقادي انه القضيه وطنيه بامتياز وانه هناك يعني على ما يبدو اجماع حول يعني هذا الموقف لكن البعض يقول انها ستمر شاء من شاء والله يعني للاسف البعض يقول البعض واثق انها ستمر وانها يعني كل هذا ما يجري لن يكون له الحقيقه يجب ان نعمل نحن كابناء لهذا الوطن على قناعة أو بتفاؤل كبير أنه لن تمر لازم نتفائل بهذا الشيء وما بصير إحنا نستسلم لهذا المنطق منطق أنه لن ستمر يعني بعرف أنا أنه إحنا في بلد بين قوسين في استبداد في شخص أو في ناس بتفرض سياسات معينة وبالتأكيد وغير مستمع لرأي الناس ومعروف هذا الحديث موجود في البلد لكن أعتقد إذا كان في ضغط شعبي كبير ممكن أن الناس تستجيب لأنه مزيد من فرض هذه الإيرادات من فرض هذه القرارات على الناس وبظل ظروف اقتصادية سيئة وظروف سياسية سيئة وظروف إقليمية أيضا سيئة أعتقد ليس في مصلحة النظام أن يستمر في هذا الأمر حتى لو في تحقيق مصالح لأفراد نعم. هنا وهناك نعم. طيب نأخذ اتصالين بعد إذنك ساعة النائب مهندس بادي معنا الأخ عبد الرحيم محمد بن عمان. تفضل عبد الرحيم.
السلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي. ألو. يا ريت إنك تسمعنا من التلفون بلاش التلفزيون. السلام الله عليك. عليكم السلام، تفضل. يا سيدي أنا يعني حاب أشارك معاكم في البرنامج الطيب. تفضل أخوي. يعني اللي تتفضلوا فيه يا سيدي العزيز، والله أنا واحد من الناس اللي أبوي الله يرحمه كان بده يستشهد على أسوار القدس. ألو. أنت معنا بس اسمعنا من التلفون يا أخوي عبد الرحيم، اسمعنا من التلفون. أنا بسمعك من التلفون، وطي صوت التلفزيون، وطوه. أي وطي التلفزيون، تفضل تفضل أنت على الهواء أخوي. يا سيدي أنا واحد من الناس كان أبوي بده يستشهد على أسوار القدس، كان في الجيش العربي. الله يحييك. لكن يا سيدي العزيز اللي بتتفضلوا فيه هو على راسي وعيني. نعم. واحنا كلياتنا بنعرف ايش، بس انا بطلع على شغله واحده اللي هي الشغله الواقعيه. شو الواقع عندكم؟ الواقعيه يا استاذ يعني انت يعني احنا ما بدنا نطلب من الاردن اكبر من حجمه. الو. معك انت على الهواء يا اخوي، احكي بس. يعني يا سيدي احنا ما بدنا نطلب من الاردن ونحمله اكبر من حجمه، الواقع العربي اللي احنا بنتفرج عليه من حولنا مبين شو هو. يعني احنا بدنا نطلب من الاردن يكون ماشي بعكس السير. كل العالم العربي ماشي باتجاه اللي هو الاتجاه اللي برضي الغرب. يعني احنا بدنا نطلع على الخط. كويس، وضحت فكرتك يا عم. تطلبوش الاردن يمشي عكس السير، راح نناقشها. شكرا اخونا عبد الرحيم. معنا الاخ فخر نسور، نقيب الجيولوجيين الاردنيين. صخر نسور. تفضل اخوي صخر، تفضل. مساء الخير اخي الكريم. يا مرحبا. يعطيك العافية لك ولضيوفك الكرام. يطول عمرك، تفضل صخر. بداية لابد من التأكيد على علينا صوتك صخر يا اخوي. لابد من التأكيد على نقاط رئيسية. تفضل. اولا مقاطعة العدو الصهيوني هي لكافة شرائح المجتمع الاردني، وهي ليست محصورة لا في نقابة معينة ولا في حزب معين. يجب نعم. على صحيح. الجميع أن لا يحتكر قصة مقاطعة العدو الصهيوني لحزب ما أو لنقابة ما. هذا نعم. مفتوح للجميع وخيار تبنته معظم شرائح المجتمع نعم. الأردني. متفقين معك على هاي. متفقين. ثانيا البدائل الموجودة تكفي أو بتمشي حال الأردنيين في موضوع الطاقة ومصادر الطاقة المحلية. المسوغات التي تقال هنا وهناك غير مقبولة بتاتا. في مصادر طاقة محلية لا، يجب على الحكومة الإسراع في اتخاذ إجراءات للتسريع في استخدام مصادر الطاقة المحلية في الدولة الأردنية، الطاقة المتجددة وغير المتجددة. نعم. سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو تفعيل وتسريع عمل شركات الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر أو من خلال التسخين كما هي نعم. تقنية. إذن البدائل متوفرة أخ صخر. البدائل متوفرة. رقم ثلاثة. نعم. يجب، وأرجو أنك تعطينا وقت شوية، ويعني يعني نعطيك وقت بس بسرعة يعني شوية أخوي صخر. شرائح معينة، وإحنا أنا بتخيل إنه نقابة الجيولوجيين معنية بهذا الموضوع بشكل كبير. طبعًا. والجيولوج الأردني هو. وإحنا شاكرين اتصالك. لا أبدًا، إحنا بنتشرف. الله يحييك. يعني النقطة الثالثة أخ صخر. يلا. أنتم مقاطعيننا كقناة يرموك. لا أبدًا. الهم الوطني اكبر من انه نتخاصم على قضيه هنا او هناك. ابدا. انت في قلب الروح والله. المهندسين صدر مش صحيح. موضوعنا اليوم القصه. الشاهد انه احنا بنقول يجب على الحكومه الاردنيه ان تستثمر الثروات الطبيعيه الاردنيه ومصادر الطاقه المحليه بما فيها اليورانيوم، بما فيها خامات اليورانيوم، بما فيها الصخر الزيتي، بما فيها الطاقه الشمسيه. هذه الخيارات متاحه. أني أقول إنه الفلسطينيين اشتروا غاز والمصريين، طب يا أخي إذا كانوا هم غلطانين ما بيجوز إني أخطئ أنا صحيح. كمان وألحقهم. يعني إذا هم بدهم يدبوا حالهم بالبحر ما بصير إني ألحقهم وأدب حالي بالبحر. ثلاثة، في غاز في غزة بشركة كان الأولى تكون مذكرة التفاهم وحسن النوايا أن يكون مع هذه الشركة في المياه الإقليمية في غزة. أربعة، في هنالك بدائل عربية نعم. يمكن الحديث معها قطر أو غيرها للحصول على هذا الغاز أو على هذا مصدر الطاقة من هنا أو هناك. لا يقبل ولا يعقل أن يقال إنه مستعدين نأخذ من عند الشيطان مقابل، مش كلام هذا الكلام اللي قيل اليوم، مش كلام إنه أخذ. لا يا أخي ما بديش هالغاز
وبديش الطاقة وبديش الدفة ولا طيب. إني أنا برهن سياستي إلى العدو الصهيوني. يعني بكرة يتحكم بالحنفية وقت ما بده صحيح. يفتح علي طيب. وقت ما بده يأخذ أخوي صخر. أخوي صخر أنا بوعدك إن شاء الله تكون ضيفنا في الحلقة القادمة المتعلقة. إذا بتمونه أنت إذا بتمونه زعيني إذا بتمونه الله ولا ابدا ان شاء الله انت ضيفنا في الحلقه القادمه ان شاء الله المتعلقه بالثروات في الاردن. اشكرك صخر نسور نقيب الجيولوجيين الاردنيين. معنا كمان اتصال احمد ابو داود تفضل. العافيه مساء الخير لك استاذ عمر. الله يمسيك منور النبي تفضل اخوي احمد. استاذ عمر بس بحب اعقب على حديثكم والله انا لا ارى لهذا الحديث اهميه على الاطلاق. فالحكومه ستفعل ما ترى مناسبا حتى لو ان احنا شيء نعم ابينا وراح تتوقع وراح اراجعك في هذا الكلام عن قريب. نعم وانا سالت المهندس بعد نفس السؤال. طيب وضحت الفكره شاء من شاء ومن ابى ستمر الاتفاقيه. طيب يعني شكرا اخ احمد شكرا. يعني بدنا يعني قبل ما نختم نمر على اذا في تعليق على ما قال الاخوان. باعتقاد الاخ صخر نسور تحدث عن اشياء نحن تحدثنا عنها عن البدائل. شاء من شاء وابى من ابى والله الاخر شيء هي شاء من شاء وابى بقول لك راح تمر على كل فرد بهذا المجتمع ان يقوم بواجبه. نعم صحيح. هذا الواجب يملي عليه وطنيته وانتمائه. نعم. هلا اذا الحكومه تجاوزت كل هذه المسائل لكل حد حديث فيه. صحيح. اما نقول لا شاء من شاء وابى من ابى. نعم. لا مش هيك المسائل المطروحه. سنبذل كل جهدنا في سبيل ان لا تمر هذه الاتفاقيه. بما يتعلق بانه العرب يعني هم رايحين باتجاه والاردن باتجاه ثاني يعني احنا صحيح ايضا نعتب على اخواننا العرب المحيطين بشكل عام اللي بيعطونا طاقه بيعطونا بترول باسعار عالميه. احنا جزء من هذا المكون العربي الكبير. احنا جزء من هذه القوميه العربيه ويعني يجب ان يراعوا هاي تتركوناش لاسرائيل. لا تتركونا لا يعني هو احد الاسباب الرئيسيه اللي دفعتنا نروح بالاتجاه هاي وارتفاع ارتفاع سعر البترول عندنا بالبلد. يعني وين 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 العرب من هذه الاتفاقيه؟ يعني كلما يعني صار في عندنا حدث ما في هبنا احنا لنجدت قوانا العرب بكل الطرق والوسائل. طب هبهم لنجدتنا في مرحله معينه. يعني ما بصير يتركونا هيك. يعني احنا بنطلب من اخواننا العرب المالكين للطاقه الامارات يعني اهل عمان صار في شيء جديد غاز في عمان يعني بالسعوديه في العراق ان يزودونا يعني بطاقه باسعار مفضله حتى لا نضطر الى بدائل لا نرغب فيها على الاطلاق. نعم يعني انا ما ظلش معي وقت طويل في نصف دقيقه مهندس بادي ايش ممكن نتفائل؟ متفائل اذا فكرنا وطنيا كلنا مع بعضنا حكومه نواب احزاب شعب اردني أجهزة رسمية هنا وهناك رجالات وطن. إذا فكرنا وطنيا لن تمر هذه الاتفاقية إن شاء الله. نعم إذن لن تمر. معنا اتصال أنا مضطر ما أنهيش. معنا الخبير في شؤون الطاقة الأستاذ زهير الصادق. مساء الخير أستاذ زهير. معروف أهلا مساء النور أهلين. يعني باختصار شديد لحقوق الشباب آخر إشي اتفاقية الغاز هل هي خيار نهائي لنا مع الإسرائيليين؟ لا ليست بخيار نهائي أصلاً. لا وجود لهذا الخيار عندنا. لماذا لا يوجد هذا الخيار؟ لأنه أول شيء عندنا إمكانيات إحنا نستخرج غاز من عندنا من الأردن. عندنا ثروات طبيعية هائلة بالأردن من نفط وغاز وصخر زيتي. وهناك دراسات أشارت بوجود كميات هائلة من الغاز. ولكن الإدارة السابقة والإدارات أو الحكومات السابقة لم تعمل على ذلك لاستخراج الثروات الموجودة عندنا بالأردن. اثنين يعني في كل العالم ما في على الكرة الأرضية غير العدو الصهيوني اللي نجيب منه غاز مع الأسف الشديد. بدنا نحدد موقف يا احنا عرب ومسلمين ونتعاطف مع قضيتنا ومع أرضنا وهذا غاز مسلوب وإما أن نقول لأنفسنا نحن أصبحنا صهاينة ونتعامل مع الصهاينة بجلب الغاز من عندهم. غير هيك ما في حل وسط. نعم. مع الأسف الشديد يعني. نعم أستاذ زهير يعني ربما يعني هذه واحدة من الآلام التي نعانيها. أشكرك زهير الصادق الخبير في شؤون النفط والطاقة. وأنا أبدأ أشكر أيضا بتحب تعقب شيء خلاص؟ أبدا يعني كل الأمور توضحت. أشكرك سعادة النائب الدكتور جمال قمور رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وبشكرك باسم الجمهور الأردني على الجهود اللي بتبذلها في ايضا مكافحه او مقاومه تطبيع فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه الغاز. يعني للامانه بجوز بشاركني المهندس بادي الدكتور جمال يعني جهد كبير فيما يتعلق منذ بدايات الحديث عنها. شكرا وجهد تبذله بهذا هذا واجب الوطني ولن اتخلى عن هذا الواجب. نعم وهذا يعني نشكرك عليه. اشكر المهندس بادي الرفاعي على ناشطه مقاومه تطبيع القياده الاسلاميه ونتمنى ايضا
انه في النهايه نجد نتيجه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ما يصبح ابا من ابا ان شاء الله. نعم. وانتم اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان اشكركم على مداخلاتكم القيمه. نلتقيكم في قادم الحلقات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.